ازاي بالفشل الكلوي؟ هي نفس العادات السيئة للمرضى. مشكلة المرضى ان هم ما بيبقوش عارفين أهمية المية لحياتهم. في ناس كتير تقولي انا ما بشربش مية خالص، ما يعرفوش ان المية دي هي الحياة للكلى وهي الحياة لجسم الانسان. الجسم الانسان بيتكون 70% من المية. نسيان شرب المية بيسبب حصوات، بيسبب فشل كلوي، بيسبب تعب كتير قوي في الكلى. وحاجة كمان خاطئة جدا العينين دايما بيعملوها في مصر، ان هو كتر المسكنات، مجرد شوية ألم في الظهر، اي صداع، مسكن مسكن مسكن. والمسكنات فعلا بتضر الكلى، وزي ما بتضر حاجات كتير في الجسم زي المعدة. بس من ضمن اهم الحاجات اللي بتعملها ان هي بتأدي للفشل الكلوي الحاد. فلو سمحتوا يا جماعة بلاش مسكنات كتير، ونشرب مية بكمية كفاية علشان خاطر جسمنا ما يتعبش، ونقي جسمنا من الأمراض. شكرا، شكرا جزيلا.